içinden yüklü ağırlığı her hecenin. Garantisi yok bir sonraki nefesin. Bir kinyemlini yaşattıkları için. Nerede şimdi? Gezerim beyaz kuzularını kaybetmiş çobanın sessiz köyünde. Herkes bir gün batacak kel ele güneşle. Kelepçesini açtım öfkemin. Dedim artık serbestsin. Serbest. Parçaladı dizlerimi yumruklarım. Hırsımı çıkaramadım pek net. Affetmediğim için beni affet. De ki kötü gittiğindendir kendiyle ettiği sohbet. Alev aldı içim yağmur aradı sevdiğim. Hırsımı çıkaramadım pek net. طرشتي؟ ايه مو منيح مو؟ شكله مثل مية البصل. عم تجيبي لي كاسات موسخة مثل وشك. يلا لا ترجع لي راسي وبدليها. جيبي لي كاسة بدل هالقرف. لكن كاسة شو موسخة؟ لا اه؟ شو قلتي؟ قلت لك لا ما رح جيب كاسة تاني. انت عم تتحديني وليه؟ ما عم اتحداك ابنه بس ما رح جيب كاسة تانية مفهوم؟ ايه وليش؟ لا تكوني انزعجتي اه؟ هاي البنت ليش فاتت على السجن؟ ما قدرت تدفع حق الليزر عند الدكتور ولا شو؟ محاولة قتل زلمة مقصودة. لو سمحتي جيبي الشاي لحالك واشربي. وينك انتي؟ ويني انا؟ جيبي لي كاسة. حشتك بقى صرت شربان كتير خلاص. ما سألتك قديش بدي اشرب. جيبي كاسة واسكتي. لا تعصبيني هلا. يلا ليش؟ شو ليش؟ حاجة تشرب وترك لي ايدي. شو صاير لك يا حسن؟ ما اكسر لك انا ايدك. تعبت إيه منك. عبي شو اعمل لك؟ جيبي كاسة بدل هالقرف بسرعة ولا تخليني اعصب. يلا شو عم تعمل؟ شو الشي اللي مو عاجبك قليلي؟ انت عايشة أحسن حياة. شو عم تعمل؟ انت ملك وانا شيطان. انت طبيعية وانا حدا مختل عقليا. انت بقى خد دواء. اي دواء؟ انا مو بحاجة لدواء. انت المريضة. انت خدي الدواء. انت المريضة اساسا. انت المريضة. خلص بكفي. عم اقول لك انت المريضة. بكفي بقى بكفي. لك خلص. تعي لهون. خلص خلص. تعي. بكفي. لك خلص اتركني بقى مشان هلا كمان عنا. مشان الله هكا بكفي. تمام خلص رح روح. قومي حبيبتي قومي. لا تخافي يا روحي لا تخافي. خلص
رح تجننوني. أنا رح أقتل بنتي إيجان بالأول، بعدين رح أوصك براسك، بعدين رح أقتل حالي وخلص بقى. جننتوني جننتوني. صير معك دينيز، قومي. ما بيكفي معايا للشرطة. اجيتي انت مطلعي على حالك. طولي بالك. وين الصورة؟ خلص طولي بالك. يا الله دخيلك على انا معك. بعديني بلحظة شوي. ارفعوا يلا عادي هون. خلص لا تضايقي حالك كل هالقوي. يعني عشو عم تبكي هلا؟ حرام عليك اللي عم تعملي بحالك. تمام تمام يا أروبا. صورة صورة صورة. فهميني شو هالصورة هاي؟ ما فيكي ترجعي تصوري صورة مثلها بعدين يعني؟ يا الله خلص هتطلع لها. شو عمل يا ربي؟ أيكو رسمة رسمة. شوفيها بدل ما تشوفي الصورة. ليكي حبيبتي شو إنهم حيوانات؟ قطعوا الصورة خمس قطع مثل مو شايفة، خربوا كل شيء، حتى الصورة كمان. لك الله يلعنون. طيب فوتوا دوروا، بس يعني ما في داعي تشقوا الصورة. شق صورة أمك إذا كنت حابب مثلا. شو صار لك بقى؟ الله يوفقهم. شو عملوا؟ أم عيون السود مثل الغراب. الله ياخذها. خلصنا. شو عامل لك أختي؟ جيب لك شاي قهوة قولي لي شو ساوي لك. اهدي تمام اهدي خلص. وأنا كمان لما فتت لقيت كل أغراضي لاحشينهم على الأرض. حاج تبكي بقى وأنا متضايقة مثلك. لازم أحكي مع إيجام. صعب كتير. المديرة منعت كل المكالمات لهيك ما رح جن. اهدي يا روح. لازم حاكي بنتي. صبري هالفترة لا بقى تبكي. طولي بالك. والله رح جن أنا. ما بقى فيني رح جن أنا. إلا ما تنحل. والله ما بقى فيني رح جن. شبكي ليش ضايجة؟ ما في داعي لهالشي.
خدي عن جد. ما قلت لك الو ايش عم بنتي؟ امي امي بابا استعاد وعيه اخيرا، فتح عيونه يا امي. نشكر الله يا بنتي، نشكر الله على كل شيء يا امي، نشكر الله. الف الحمد لله، بنشكر الله. يا روحي شفتي، شفتي كيف؟ بتعرفي شو يعني هالحكي اجا؟ معقول يا امي؟ معقول ما اعرف؟ انا اكثر وحده بعرف شو. كيفك انت؟ منيحه انا، منيحه يا قلبي. إيجا يا روحي اشتقت لك، اشتقت لك. بحبك كثير امي، وانا بحبك كثير يا روح قلبي يا عيوني. بحبك كثير وما بقى فيني اتحمل. الله يوفقك تعي، ما بقى فيني اتحمل امي. انا اشتقت لك كثير وضايعه من دونك. قالتها كان صحي عن جد، عن جد عم تحكي. الحمد لله، شكرا الله. الحمد لله، شكرا الله. بشكرك يا ربي، رحت لك والله. بشكرك يا ربي. حاجتك تبكي، رح تخليني ابكي هلا. ها كيفها بنتك؟ منيحة، نشكر الله، منيحة. عرفت من صوتها. الحمد لله على السلامة أخي، رجع لك وعيك. رح نرجع على البيت، أنت رح ترجع توقف على رجليك. طمن أخي. بابا سامحني، أنا آسفة كتير. بابا أنا آسفة كتير، أنا آسفة يا بابا، أنا آسفة، آسفة. بابا بنتي، بنتي. بابا، بابا، هاك عم بيك. تفضلوا. الدكتور قال إنه فينا ناخد إفادتك إذا سمحت. فيكم تطلعوا لو سمحتوا. ليش لا أطلع لبرا؟ ماني غريبة، هو أخي وما في أي أسرار بيناتنا بنوم. مدام لو سمحتي طلعوا شوي. يا الله، الحمد لله إنه ما مات. الحمد لله يا رب، الحمد لله. دينيز، نفدتي دينيز.
ليكي انتي صار عندك حجة كتير قوية، رح يحطوكي تحت الحد الأدنى للمادة 126 وهيك بيعفوكي من تلت المدة، يعني بيحكموكي سنتين وبتقضي منهم سنة برا. انبسطي، الحمد لله أنك نفدتي، الحمد لله نفدتي. رح يطلع عفو عفو عفو، رح يطلع رح يطلع عفو عفو، رح يطلع عفو عفو عفو، رح يطلع عفو رح يطلع. أيوة إن شاء الله أبوكي ما تتراجع حالته بعد التحقيق، لأنه أكيد رح يجن لما يسمع اسم هديك المرة. بعدين نحن تخانقنا، ما كنت بوعي أبدا، ورجعت لوعي وقت انصبت. عم تقول السلاح كان معك؟ أنا أوصت حالي. زوجتك قالت هي أوصتك؟ الشي اللي صار بسببي وأنا أوصت حالي. طيب بس إذا هيك سيدي نحنا... فينا ناخذ الإفادة حسب ما هو حكى، والنائب خليه يقرر. إيه طيب بس سلامة، فيك توقع لي هون؟ طبعا. شو عم يعملوا هدول برا؟ شو صاير حسنا؟ ما دريتوا جفرية طلعت برا ورح يخلو سبيلا. يا أيها الشباب ألف مبروك يا جفرية. أيوة أيوة خلينا نروح. ألف مبروك، زوجك اليوم استعاد وعيه. شو عم تحكي؟ منشكر الله. ألف الحمد لله. ايه ممتاز الحمد لله. فرحت لك. منيح انك نفدتي من جريمة قتل. ايه صح. شكراً سيدي. تعالي معي يلا، محاميكي ناطري. لحظة. انتي ما فرحتي كتير بالخبر كأنه ما هيك؟ ما فرحت؟ لا سيدي، ليش لحتى ما أفرح؟ ليش هيك عم تقول يعني؟ ما بعرف، لو كنت مكانك كنت طرت من السعادة، أو على الأقل كنت فتت بيناتهم ورقصت شوي لحتى أحس بالسعادة. بس يمكن أنت عرفتي بالخبر قبل ما أجي لهون، ما هيك؟ ها؟ بشكل ما يعني. يعني بأي شكل؟ آه؟ انتو شك بينتقل بالعدو عندكم؟ بتضلكم تنكشوا لتلاقوا تهمة، صح؟ يا أخي هي هيك بتفرح، وانت فرح مثل ما بدك وقت زوجك يطلع عايش. عزراء لسانك طويل، شي يوم رح يجي حدا. شكلك فهمتي، تعالي معي. أيوة يلا يلا خلينا نرقص بنتي. يلا نرقص يا شيخ. انتي وعدتينا يا اختي. عزراء دبر التليفون وبلش يشتغل بالسجن، يعني صار عندها تواصل مع اللي برا. سكروا لي هالباب. عم تجمع المصاري بالطلبات اختي. شراب وحب واي شيء بيصح لهم. عم تفوش على وش المي. صارت عقبة بوشنا. شو رح نعمل؟ رح نهتم فيها بشي طريقة. أول شي مناخد احتياطاتنا وما منهجم قبل ما نكون جاهزين.
خليهم يتخانقوا مع بعضهم، نحنا علينا التحريض. إذا تحريض اتركيها علينا. خدوا معجون حلاقة مشان نسكر الكاميرات. تمام أختي، أنتي لا تاكلي هم أبداً. رح روح على الغرفة ورح خلي عزراء فوراً تجي وراي. خلي الكاميرات تصور، بعدين منعطلهم وحدة وحدة. بقول دفاع عن النفس وبنفوت. هاد دفاع عن النفس صح؟ لأنه الدفاع عن النفس مو جريمة. على فكرة زوجك قدم إفادته بس ما اشتكى عليكي، وأكيد فترة وبتطلعي، يعني ما رح يصير عليكي أي شيء. عن جد هالحكي؟ إذا النائب ما شاف شيء بينشك فيه رح ننهي إجراءات إخلاء السبيل خلال فترة قصيرة، وبتطلعي بعد أسبوع. شيء بينشك فيه؟ شو الشيء اللي بيستدعي الشك؟ أنا بقصد إفادتك وإفادة زوجك كانوا كتير متناقضين بالواقع، يعني أنتوا الاثنين اعترفتوا بالجريمة. بس لا تخافي، النائب أساساً رح ياخد إفادة زوجك، بهيك وضع بيطلع الحكم للصالح العام والمتهم. وكمان رح ذكرك للمرة الثانية لا تتدخلي بشي بهي الفترة أبداً، لا تعملي أي شي تتعاقبي عليه. ومثل ما قلت لك الإجراءات بدها فترة قصيرة، وبعدها دغري رح تطلعي وتصيري حرة. يلا يا بنات بشوفكم بعدين. يلا يا بنات تفرقوا، تروح كل واحدة على شغلها. سبال، خديجة، مريني اختي. بتروحوا اتنيناتكم وبتعملوا خناقة وبتنهولي الجديدة. دينيز ما؟ مهم. نقتلها تكرم عينك. لا اجرحوها، وعزرائيل بيتكفل بالباقي ان شاء الله. روحوا يلا. ايه تمام اختي. ما حبيت الشاي، كان مثل القطران مبين. الف مبروك. اساسا انا كنت بعرف ليش مالك مزنبة، يعني انت مو شكلك وحده بتقتل. فيك تعرف كل هاد من الشكل؟ الواحد بيصير فيه عنده خبرة، من نظرة بتعرفي مين المذنب ومين لا. Azarlandığım anlar ve insanların küfür sözleri. Bakar gör bir
يا بنات حسرة، شكلها هي الوقحة رح تهجم علينا. ايه وتهجم شو فيها، وقتها رح فرجيها شو هي قيمتها. شو رأيك اضربها وقطعها شقة؟ طولي بالك، اهدي شوي حبي. لا واضح القصة جد، تطلعي كيف مستعدين ومجهزين حالهم وما بعرف شو معهم وشو عم يعملوا حركات. إلغاز اجمعيني البنات وتعول عندي. رح اجمعهم. دعي ميلتم. عادي عادي. حطيت مناوبتك بغرفة المراقبة. منيح شفتها الصبح. لازم نفتح عيوننا كتير منيح بهالكم يوم. قصة عزراء وقدرات ما هيك؟ شفتهم قبل شوي عم يتطلعوا ببعض. ما ارتحت لهالنظرة بنو. خلي هون يتطلعوا، حتى خليهم يتخانقوا كمان. الكاميرات والإنذار معك أنتي، ما بتعملي شيء قبل ما تاخدي الأمر مني. أمرك مفهوم؟ ليكي كلامي واضح، ما بتبعتي حدا لأي مكان قبل ما تاخدي الأمر مني شخصياً، مفهوم؟ ما بتعملي شيء بنوب. إيه أمرك. روحي عشغلك. عزراء لا تلعبي مع هالمرة، أحسن ما تصير شي قصة وصخة. أنا ما عم بلعب، هن حابين يلعبوا معي. تعي يا روحي. طولي بالك. تمام خلينا نفوت ونحكي معهم بالأول. ايه فوتي انتي جالي، أنا عندي شغل هلأ. عزراء بكفي، بلا ما ينأذى حدا، مو ناقصنا. جالي خلص بقى أختي خلص. عزراء جالي قعدي على جنب ولا بقى تدخليها. تعي 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 خلينا نفوت لجوا. لا تخافي بنتي. تمام يا عيوني انتي. دينيس دينيس يا بنت دينيس، تعي خديها. خلي عندك شوي. شوفي قدرت بدها تهاجم بناتنا برا. لو سمحتي ديري بالك عليها وسكري الباب ولا تخليها تطلع لحالها. تمام وين بدك تروحي؟ روحي لعبي مع خالته دينيز شوي. ماشي بترجاكي دينيز، لا تخليها تطلع لحالها. يلا فوتي لجوا. يلا فوتي. يلا حبيبتي يلا يلا. تمام. سكري وراكي. هاتيها من ايدك. هاتي هاتي. بيقولوا دودو مجنونه. جايه ورجيكم يا واطين. جايه. انتم مهمتكم تهتموا بدينيز لما يجوا الحراس لهون. خلص بكفي يلا على السريع. يلا لا تخلوني فشر الطابه. يلا اختي قيمي الطابه وروحوا من وشنا. يلا بلا مشاكل. ليش هيك عم تطلعي؟ مغرومة بجمالك كتير يا حلوة، شو بعد تحملها هيك بدي اهجم. يلا بعدولي يلا بعدولي يلا 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 بعدولي.
هالخانم عم يخربوا الكاميرات وحده ورا الثانيه. شغل جهاز الانذار. انا ما قلت لك انطري؟ انطري الامر مني وما تعملي شيء من راسك. تدور يلا تحركوا تحركوا برا. يلا اطلعي لبرا. يلا بطل غرق بسرعه. يلا بسرعه من هون من هون. يلا اطلعي لبرا بسرعه. عدولي يلا ركضوا. يلا تحركوا يلا لبرا بطلوا بسرعه. لك بعدي هيك. اسمعوا اسمعوا. يلا 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 ما تخلوا مكانكم تفتيش. يلا تحركوا يلا بسرعه. يلا بعدي هيك. يلا بسرعه اطلعوا لبرا. لك يلا امشوا بطلوا الغرف بطلوا الغرف عم بقول لك بسرعه. يلا ما بدي اضيع وقت. يلا حركي حالك. شو عم تساوي انت وياها؟ يلا يلا بعدوا هيك. يلا طلعوا تحركوا تحركوا. يلا وينك ختيارة النحس؟ وهي حلاقتي اجت لعندك. أنا ما رحت لمحل. المتعة الحقيقية بتبلش هون. خالتو خليني روح لعند ماما. طيب حبيبتي ليكي بس تخلص العجقة رح تجي ماما لهون فوراً. خلينا ننطر شوي. لا خلينا هلأ نروح. طولي بالك. صورة بنتي يلي تقطعت شي خمس شقف تتذكري انتي لزقتيها وعطيتيني اياها صح؟ انتي بتعرفي شو اسمها لبنتي؟ وقفي وقفي. اويكو وينك امي؟ اويكو وقفي بعدي من طريقي. اويكو تعالي. ميرتم محتاجين لرجال مو شايفي ميرتم؟ اوكتاي لا تعملوا شي هلأ. لا تتدخلوا ابدا قبل ما نبعث لكم الدعم. عم تفهم علي اوكتاي؟ نتركهم ياكلوا بعض يعني؟ اوكتاي قلت لك انطر ليجي الدعم. لا تتدخلوا ابدا لا تتدخلوا. سمكتنا اكلت الطعم كله وهلا رح نفتح لها بطنها مشان نقدر ننظفها. امسكوها منيح لشوف. ست نيهال رح شغل الانذار. الوضع جوات الماله عم يتعقد. انا لازم شغله. قلت لك انطري ما هيك؟ انطري امر مني ما تعملي شي من راسك فهمتي؟ ست نيهال خليني شغل الانذار ويجي الدعم. الوضع تعقد. ما عم تفهمي علي. عم اقول لك انطري انا جاي. ما بدي شوف حدا بالممر. على السريع على السريع. اول شي رح اجرحك شوي. روقنا وانبسطنا كتير وهلأ وقت النهاية. وقت النهاية فهمتي؟ بعدي انت وياها. اعطل حدا يقرب عليها. اوعي شرطة جاية. بعدي ما رح اتركك عايشة. اطلعي تتشوفي يا بنت الحرام. قلتلك الشرطة جاية. رح علمك تطول علي. اويكو وين رحتي؟ أويكو خمسة وخمسين ابعتوا الإسعاف فورا. شو عم يصير؟ نهال تعي. <تعال. تصفيق>
نهال حبيبتي لا تتركيني. لا حبيبتي، شو بكون هيك واقفين اعملوا شيء؟ طلبوا الإسعاف نهال. بترجاكي لا تتركيني حبيبتي، لا تتركيني.